طبعا الفترة في قطر نواجه تحدي مع التوجيه المهني في قطر، فمثل هالمؤتمرات تساهم في ان تجمع كل اصحاب التوجه المهني، تجمعنا في تحت مظلة واحدة نعرف التحديات اللي نواجهها. خلال هالمؤتمر طبعا احنا نطلع بتوصيات ممكن تفيدنا في المراحل الجاية، تفيد كل الجامعات سواء في المدينة التعليمية او حتى احنا في جامعة قطر. اللقاء هاي جدا مهم بالنسبة لنا، خصوصا ان مجال التوجيه المهني في دولة قطر طبعا يهمنا كثير من خلال مشاركتنا، ونتمنى ونطمح ان نكون جميعنا تحت مظلة واحدة ونمشي على استراتيجية واحدة تخدم دولة قطر ونمشي مع تطلعات قطر في 2030. الجميع اجمع ان وجود برنامج ارشادي متكامل يسهل كثير ويذلل كثير من العقبات، وهل تطمح لي لوزارة الطبقة العامة القادمة إن شاء الله. الخروج من هذا الحدث مهم إنه يكون في دراسة وافية بإيش الأشياء اللي إحنا ممكن نسويها على أساس نحاول نتفادى الصعوبات والتحديات اللي حالياً تواجهنا في القطاعات المختلفة. طبعاً استفدنا العديد من الأشياء في التوجيه المهني وغيرها، شاركت في جلستين في هذا اللقاء. كانت الجلسة الأولى عبارة عن تعريف التوجيه الأكاديمي للمرشدين، استفدنا منها الكثير من الدكاترة جزاهم الله خير. والحين عندنا ورشة التوجيه الأكاديمي أو اللي هي دريم كارير اسمها بالإنجليزي، طبعا استفدنا الكثير من الأشياء. التوجيه المهني فعليا أخذناه في هذه الدورة.